بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قام سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة المالكة، يرافقه سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي، وسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة مدير عام مجلس العائلة المالكة، ومعالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، بتقديم خالص تعازي وأصدق مواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى إخوانه أصحاب السمو الملكي الأمراء وأنجال الفقيد، وإلى أسرة آل سعود الكرام، وذلك بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله. كما نقل الوفد تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأنجال الفقيد، وإلى أسرة آل سعود الكرام ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين رعاه الله عن جزيل شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الأخوية الصادقة الكريمة التي تعكس مدى عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة والروابط والصلات الوثيقة التي تجمع المملكتين والشعبين الشقيقين، سائلا الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بمنفور الصحة والسعادة.